والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة روان بودرغم. مساء الخير روان. مساء الخير جورج. يعني المشهد السياسي اليوم توزع ما بين اليرزي، ما صحيح. بين دارة السفير البخاري، وما بين ساحة النجمة باليوم الثاني لمناقشة الموازنة. بين اليرزي والنجمة وين صرنا؟ هلا أكيد يعني أشبع موضوع النجمة والموازنة اللي عم تندرس وبعد ما بلشت تندرس بعد في الحكي السياسي بس هلا رح نركز اكثر على الحراك الخماسي بما يخص رئاسه الجمهوريه اللي هو الاساس الحراك الوحيد اللي عم بيصير بالساحه اللبنانيه وايضا يترافق مع جوله لابو فهد رح نشوف هلا تفاصيل حراك كم. خمس نجوم يعني عم نحكي نجمه صح تفضلي. يمهد حراك سفراء الخماسية لدى لبنان لانعقاد اللقاء على مستوى وزاري في المنتصف الثاني من شباط والدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية استنادا إلى المواصفات المشتركة بين الكتل النيابية. وبالتوازي أطلق المبعوث القطري جاسم الثاني أبو فهد محركاته السياسية باتجاه الأطراف اللبنانية. ووفق معلومات خاصة بالجديد فإن أبو فهد التقى الثنائية الشيعي حزب الله وحركة أمل ويستكمل حراكه باتجاه بعض القوى السياسية المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي. أما الداخل اللبناني فلا يزال مقفلا جراء رفض بعض الأطراف الداخلية للحوار وبانتظار انضاج التسوية برعاية إقليمية ولا دعوة لانتخاب رئيس إلى حين حلحلة وخرق التوازنات النيابية لصالح مرشح رئاسي تؤسس لانتخابه. النائب سليم عون قال عبر هنا بيروت أن تكتل لبنان القوي لا مرشح رئاسي له وغير متمسك بأي اسم وهو ينتظر قرار الرئيس بري بشأن قبول اقتراح قانون الموازنة ليقرر حضوره أو انسحابه. نحن عم نعطيهم باب لنشارك، نحن شو عم نغير، شو عم نخرق الدستور، ما زالت الموازنة مش عم نروح على وحدة غيرها. نحن طلعنا بين أنه ضرورة إقرار الموازنة وبين نحافظ على مبدأنا. أعطيني حل، يمضوا الـ 24 وزير يسكروا علي هذا إذا بدهم إياني. هلا المشكلة وين؟ بهيدي وبالرئاسة وبكل شيء، ما بدهم إياكي شريك. أنا بسألك إليك السؤال اللي سألته للرئيس بري، نحن وين عم نعرقل؟ اليوم ضميريا التيار الوطني الحر وين عم بيعرقل انتخاب رئيس جمهورية؟ ما بدي لك أكلين حالنا ليصير في انتخاب لأنه كله عم ينعمل ليماطلوا بالانتخاب لأنه مرتاحين. الوحيد اللي عم يخنقوه بس بدهم يجرونا رفضتوا الحوار. بدك أكتر من هيك؟ شو بقى ما يحورونا؟ رفضتوا الحوار؟ ما يحورونا أصلا، ما رفضنا الحوار. من بلا ما بلا ما يعني ثلاث مرات دعا الرئيس بري إلى حوار، التيار والقوات هن من كانوا عم يرفضوا. بدنا حوار منتج مش حوار للحوار. بس أنتم مين مرشحكم؟ ما هيدا السؤال. ما لأنه هيدي مش إذا بدك هيدي مش للعرقلة، لأنه ما عندنا مرشح معناتها أسهل ناس، مش متمسكين بحدا. الوزير السابق محمد فنيش رأى من بلدة تول أن كل تهديدات قادة العدو هي تعبير عن العجز واعتبر أن موقف رئيس الحكومة والحكومة وطني ويجب أن يكون مكان تقدير وليس مكان انتقاد. كل ما سمعنا تصريحات وتهديدات ووعيد كل ما أدركنا أن من يفعل ويؤثر يلقاه. أما هؤلاء الذين يملؤون الدنيا ضجيجا وصراخا فهذا تعبير عن عجزه. العدو يعلم وقادة العدو يعلمون ما تعده وما تخبئه وما تملكه المقاومة من قدرات بحيث تجعلهم يندمون. هنا في لبنان مشكلتهم ستكون أعمق بكثير. بعد في ناس بعض عندهم بعض العقل يدركون تماما ما سينتظرهم إذا ما فكروا بتنفيذ أي وعيد أو تهديد. كشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن القرار في شأن الطعن المقدم من نواب تكتل لبنان القوي بقانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية من رتبة عماد ولواء سيصدر عن أعضاء المجلس قبل نهاية الشهر والأرجح الخميس أو الجمعة المقبلين. ونحن الآن في مرحلة المذاكرة بعد تقديم المقرر تقريره. وأكد مشلب في تصريح صحفي أن اكتمال النصاب مضمون لأن خلاف ذلك ستكون الأمور مفضوحة، موضحا أن في الداخل لكل عضو في المجلس رأيه القانوني والتصويت يحسم. وفي حين لم يقبل مجرد التلميح إلى نتيجة الطعن تحدث عن الاحتمالات
قد يصدر القرار بقبول الطعن إذا وجد المجلس أن قانون التمديد مخالف للدستور أو يرفضه أو لا يصدر قرارا. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. جورج، عودة إليك. شكرا لك رواند.